نعود في السياسة رنان بوقي وبالمناصب فرحان للي دار عليه زمان ليلة يا كل ليلة جيعان نهار طبيب نهار جنان حتى بالبرنوس قرسان هذه حكايته في سيدي رمضان Je ne l'avais jamais vu et je rachète. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie keine Probleme? Meine Motoren, ich bin Marte. Hätten Schufen? Jungen, es haben mich wieder. Das Schweinsteiger, was los? Über die Usil, was los? Was los? Was das? Ah, das ist meine Gattusen. Das ist ein Loch ab oben. Wir, keine Sorge. Das ich, du bist ich. Ja. Wir machen die Motoren. Das ist ein Atapada, super. Ja. Ja, das ich, du bist ich. Manisha ist become super. Ma rufen die sie jetzt an in ihrem Bashbabu. Ma rufen die sie nach Timuna. Ja. Das ist Double Fisch da. Du haben eine Double Fisch, rufen wir an auf 7079. 1, 2, 3, 7079. شنو المنص؟ هل توا لقيت حد لحياتك؟ والله أي شيء، ما لقيت حتى خدمة تساعدني. ما عندك حتى خدمة في مخك تعجبك هكا؟ والله كي كنت صغير، فما شكون في حومتي كنت مبهور بيه. وديما نقول يا رب ان شاء الله كي نكبر نولي كيف. صحيت صحيت هاو 10,000 بر مشي خوذ حاجة لروحك. وين وصل الشانتي؟ دون غنوش هاو الباسبور ديبلوماتيك اللي وصيتني عليه. اما عندي خبر مش باهي. شنو هو زاد؟ قلو قلو انت ديما في راسي انا، علاش مش انت؟ دون غنوش عمال حضيره موقعين على الخدمه وعاملين اضراب. عطيك حاجة بركة لاهي بيها الشانتي، وكل مرة تجيني عطاطل يا اخي ما تنجمش تتصرف وحدك. بديت نندم اللي عطيتك بنتي. مش منه يا دون، الخدمة مش خالصين، عندهم شهرين يحبوا على فلوسه. باي باي، هل نمشي نقابلهم وطاو نحكي معاهم. شنو هذا يا اخي؟ ما تحبوش تخدموا على ارواحكم باش تكملوا هكا باش نتغشش عليكم برجاء. اسمعني يا دون، ما نرجعوا نخدموا الا ما تعطونا مستحقاتنا. عندنا شهرين تو ما خلصناش، والحكايه كان باش تطول باش نشكو للنقابه. باهي ما هو في بالكم اللي انا نعكم في النقابه متاعكم. زايد الحديث تو ارجعوا اخدموا تعدالي في الليل تو نعطيك فلوس لاولاد الكل. واضح، اسمعتوا يا جماعه، اي نتوكل على ربي كما يقولوا فيها الكبسه يجيب. سمحني يا دون الغنوشي، والله لقصتها ورحمه بابا لقصتها. هاي توا جاي تطلب في السماح بعد ما طلعت صوتك عليا قدام الخدامه؟ يا اخي نسيت روحك مع شكون تحكي؟ تحكي مع الدون الغنوشي. والله يا دون، والله يا دون، نكمل لك الخدمة كله مش لازم تعطيني حتى فرنك، وأنا كحامل همامي ضد النقابة وضد الخلاصة تاع الخدامة. ف
في بالك لي عندك ثلاثة جرم اللي بدي تخدم وما عطيتني شيء؟ والله يا دون ما فهمش فلوس جملة، كان جي عندي تعرفني ما شدش عليك. هذه حاجة ما تخصنيش، فهمنا كراس الشر تعطيني جواب معبي. ما لعلاش دخلت لك بمعارفي بشعينتك في المنصب هذا؟ زيد اصبر علي شوية، كين اعطي كلمتي كيني اعطيت عيار يا رن. الحسبة وصلت 700 مليار وتقول لي اصبر؟ 700 مليار؟ ما وحسبت لك التعويض لجماعتي دي جاي تسماو صبر وبرشا. يا دون منوش نجيبهم بيهديك، نخوشي من فلوس الشعب زادة. حاجة ما تخصنيش، كان لازم خوذ من عند كل واحد في البلاد 100 دينار، غلي في الليصاص، طلع في التاكس تاع الدخان، اعمل شنو تحب، المهم اتصرف. ايو كي الشعب يثور علينا دون شنو نعملو؟ ما تخافش البوليسية زادة في الجيب، ما يبوش معايا حد، حد ما ينجم يحكي مع الدون الغنوشي رئيس عائلة النهضة. والله تقول تحكي على بن علي، اما جوست يصلي. ان شاء الله جي نهار ونولي كيفه. لا يا راجل خليك هكا خير، بطال وكل مرة جي عقب عليك واحد، احنا ولاد نظاف حبوا تردونا مجرمة صاحبي من البلاد فيها وزير يتبع. لا شي غريب مش نورمال. والله كما قلت، اما بيناتنا ماذا بيه نخدم حتى شوفير عنده. او خرف يلي تخرف، حتى انا معاش كون نحكي. يحكي وعلى رئيس فنان، عودوا في السياسة رنان، بوقي وبالمناصب فرحان، للي دار عليه زمان. ليلة ياكل ليلة جيعان، نهار طبيب نهار جنان، حتى بالبرنوس قرسان، هذه حكايته في سيدي رمضان.